في النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25 30 البرلماني. اهلا بيك سياده النائب. اهلا بحضرتك وانا امثله المشاهدين. سياده النائب، يعني كنت معترض على هذا القانون ومع ذلك اقر مجلس النواب هذا القانون بنسبه قلت عن ما قدمته الحكومه ب1%، شايف ازاي تمرير هذا القانون على هيئته؟ يعني هو للاسف يعني هو قانون بيضيف اعباء جديده على المواطن في ظل الازمه الاقتصاديه الطاحنه للبلد عايشه فيها وللمواطن مدحوم بيه. احنا النهارده يمكن قبل من شويه كنت بتكلم حوالين زياده اسعار دواء، زياده اسعار لبن الاطفال. لبن الاطفال، لبن الاطفال زاد سعره من 3-5 في فتره، وفي دواء وفي لبن ثاني زاد سعره من 17 ل 23 جنيه. صحيح. فاحنا في كل بند من البنود الحياتيه في كل يوم بنزود بقى، بنزود فلوس، بنزود في الكهرباء، بنزود في الميه، بنزود في الدواء، في فوضى في سعر الدواء دلوقتي، وحتى لبن الاطفال، الاطفال انا بتكلم على الاطفال اللي ما قدروش يستحملوا، بنزود الاسعار. القيمه المضافه هيزود كل حاجه في السوق، البعض بيبص للامور بشكل جزئي، لا ده احنا ما زودناش مثلا سعر الزيت او السكر او غيره، ده مش هيزود حاجه، لا بالعكس الاقتصاد بيمشي بنظريه الاواني المفترقه، هتزودي حاجه هنا هتسمع في كل السلع. انت النهارده عندك في فوضى اصلا في ضبط الاسعار في السوق، الحكومه هو ده سؤالي ليك، هل شايف ان الحكومه هتقدر تسيطر على الاسعار في ظل اللي ذكرته الان؟ اطلاقا يا فندم، قبل ما نطبق قانون القيمه المضافه الاسعار ذاته، والدوله او الحكومه عاجزه عن ضبط الاسعار في الاسواق. النهارده كيس الرز السكر بقى 8 جنيه ونص. وبنسال الحكومه بيقولوا لنا الاسعار مش كده، بالعكس احنا مسيطرين وعندنا بدائل. الحكومه لا بتشوف ولا بتسمع ولا بتتكلم ولا بتحس بالمواطن، وبالتالي القانون لما يبدا تطبيقه مش هيبقى فيه فوضى، هيبقى فيه انهيار في الاسعار. حاجه ثانيه، هم اصلا ما عندهمش جهاز اداري كفء لتحصيل قيمه الضريبه القيمه المضافه. هم قالوا انه المتوقع ده وفقا لتصريح ل يعني عمرو المنير نائب وزير الماليه، انه يعني اللي هيحصل او متوقع بانه هيبتدوا يعني يطبقوا هذا القانون في اول اكتوبر، وانه هيحصلوا كحصيله اوليه على 20 مليار جنيه، يعني ما يقرب من بالسعر الرسمي 2.25 مليار دولار. بصي حضرتك، خلينا بس نتفق على شويه حاجات. العجز في الموازنه النهارده هيتخطى ال 400 مليار. اللي انت هتلميه المتوقع مش اللي هيحصل فعليا حوالي 40 مليار، يعني احنا بنتكلم في 10% من عجز الموازنه، هذه القيمه لا تمثل شيء، كان اثارها السلبيه في المجتمع اكتر من كده بكتير. احنا النهارده لازم الحكومه تفهم ولازم المجلس هو كمان يبقى فاهم وكل مؤسسات الدوله تبقى فاهمه ان المواطن اصبح مطحون، مطحون في كل حاجه، احنا داخلين على عيد وداخلين على مدارس والمواطن اصلا مش لاقي ياكل، احنا بقى بنزود وفي الاخر مش هنقصد الشيء المناسب. هناك زي ما كانت الزميله العزيزه سيلفيا بتتكلم، هناك بدائل عديده ان احنا نوفر او نسد العجز في الموازنه بدون ما نضغط على المواطن الفقير. احنا عندنا المتهربين من الضرائب بيتعدوا ال 140 مليار جنيه، يعني اكثر من اللي هتجيبوا القيمه المضافه دي في 3 سنين. عندنا متهربين من الجمارك 40 مليار. احنا جبنا من الفساد، بس الفساد في 10 صوابع قمح اكثر من 500 مليون جنيه. ومعنى كده ان انت لو فعلا 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 حاربتي الفساد بشكل حقيقي تقدري توفري اكثر من عجز الموازنه. بس سياده النائب بيقولوا بان القانون ده هيسمح للدوله ان هي تضم الاقتصاد الموازي او الاقتصاد الاسود او الاقتصاد يعني الغير رسمي الاقتصاد الرسمي. طب هو احنا ما كناش نقدر نضم الاقتصاد الرسمي الغير رسمي اللي بيتضاعف قد الاقتصاد الرسمي مرتين ثلاثه بدون ما ناثر على الفقراء؟ يعني انا مهندس وبكتب مكتب مش بس عليه ضرايب، تعالى ليا انا بس وخد مني الضرايب. ما تاخدش من الفقير، ما تاخدش من اللي مش مهندس، تعالى المدرس الخصوصي اللي بيدي دروس خصوصيه وبياخد عشرات الالوف وربما الملايين، روح خد منه هو بس. يعني ليه ركبنا قطر بدون سواق بيقش كل الناس اسمه القيمه المضافه؟ ليه ما بقيناش كده بنحدد فئات معينه من المجتمع نقول والله الراجل ده ما يدفعش ضرايب، هو ده المتهالك. طب انا سؤالي ليك، ليه بقى بجد؟ يعني ما دام انت بتسال ليه، تفتكر والله انا بحاول احط نفسي مكان الحكومه واشوفهم بيفكروا ازاي، في الاخر بوصل ان الحكومه ليس لها عقل. ليس له عقل ان المواطن الفقير ده تقدر تطحن فيه ومتطوره ان هو ممكن يصبر الى ما لا نهايه. احنا محتاجين يبقى في حكومه رشيده، احنا عارفين ان في عجز في الموازنه، وبكل تاكيد واجبي انا شخصيا كعضو مجلس نواب وجزء من هذه الحكومه او من هذا النظام على بعضه ان احنا نحل هذه الازمات الاقتصاديه، لكن اختلافنا مع الحكومه اختلاف سياسات،
هم ماشيين في سياسات نراها غلط ونراها ان هي بتدوس على المواطن، واحنا بنحذرهم ان المواطن المصري ملوش كتالوج، ممكن يصبر 30 سنه زي ما صبر ايام مبارك، وممكن يصبر سنه واحده بس زي ما صبر ايام نظام الاخوان الارهابي. وبالتالي خلينا نتعامل مع الشعب المصري باعتباره شعب له حقوق وليس عبيد في هذا الوطن. طب انا سؤالي ليك الاخير، تفتكر امتى الحكومه؟ بصي خلينا نحط الامور في نطاقها الحقيقي. الحكومة دي اللي جابها مجلس النواب، ومجلس النواب طبقا للدستور هو اللي بيحط سياسات الحكومة، فأنا مش هقدر ألوم على الحكومة على طول. لو احنا عايزين نمشيها كمجلس نواب نقدر بكرة الصبح نعقد جلسة ونسحب ونعمل استجواب ونسحب منها الثقة، لو احنا كمجلس نواب شايفينها وحشين، لكن الحقيقة بتقول إن أغلبية مجلس النواب ماشيين بنظرية عشان المركب تمشي وعشان الاستقرار وعشان نساند الرئيس الجمهورية نقف جنب الحكومة، وأنا شايف إن دي سياسة غلط، اللي عايز يسند حد يقول له الحقيقة، اللي يحب حد يقول له خلي بالك احنا ماشيين في سكه غلط واحنا خايفين على المركب دي احسن تغرق بينا. السكه الصح ان الحكومه دي سياساتها تتغير والوزراء الفاشلين فيها هم كمان يتغيروا. ازاي؟ فخلينا لو احنا سابقين كمجلس. نعم؟ ازاي هيحصل ده؟ ازاي هتسمع؟ ازاي هيتغير سياساتها؟ لو مجلس النواب كده كده انت لسه قايل يا سياده النائب يعني مش خلاص يبقى مجلس النواب يتحمل مسؤوليته قدام الشعب. يعني مجلس النواب شريك رئيسي مع رئيس الجمهوريه في اختيار هذه الحكومه، رئيس الجمهوريه رشح الحكومه ورشح برنامجها وحط موازنتها واحنا وافقنا كمجلس نواب اصبحنا شركاء. يبقى كل واحد مواطن في الشارع يلاقي الشارع بيغلى ومش قادر ياكل ولا يشرب يروح للناس اللي وافق على الحكومه دي يقول لهم انت جبت الحكومه دي والحكومه دي مش عارفين نعيش منها. انا عايز اقول للشعب المصري ان اللي رفض هذه الحكومه 38 نائب. 38 نائب بس هم اللي رفضوا الحكومه دي. الباقي النواب كلهم وافقوا على الحكومه، وبالتالي النواب يتحملوا مسؤوليتهم قدام الشعب المصري اللي انتخبهم. انا بشكر. ما انتخبوهمش في الانتخابات اللي جايه، يروحوا مكاتبهم ويقول لهم ان انتوا ظلمتونا وان انتوا وقفتوا مع الحكومه وبقيت نواب الحكومه. احنا فين بقى والانتخابات اللي جايه فين؟ احنا فين والانتخابات اللي جايه فين؟ والله هو دي الديمقراطيه، هي دي الديمقراطيه، الناس انتخبت ناس تقدر ان هم تغيرهم في المره الجايه وتجيب افضل منهم، ما عندناش بديل ثاني لان البديل الثاني يعني قد يكون مظلم. صحيح. اتمنى ان احنا ما نوصلوش. واحنا كمان بنتمنى ان احنا ما نوصلوش. النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25-30 البرلمان.